خلينا نروح لواحد من نجوم هذه المباراة، الكابتن علي محمد علي، طبعا معلق هذه المباراة. يا كابتن علي، وتعيش يا مصر بعزة ونصر. يا كابتن اسلام حبيبي، ربنا يخليك، ودايما سعيد اكون معاك في قناة الاهلي. وخليني ارحب طبعا بكابتن محمد حشيش، واحد من نجوم طبعا منتخب مصر ومنتخب الشباب. ده افتكر طبعا تألقه كان كاس عالم للشباب، وواحد من الناس اللي بنحبها يعني. مبروك يا كابتن، انت اللي متألق دايما. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. لا والله كابتن علي دايما لما بيجي بيعلق على منتخب مصر. صحيح. بيتكلم عن منتخب مصر طبعا. بيعلق على النادي الاهلي، بيتكلم عن النادي الاهلي. صحيح. علق على نادي الزمالك، بيتكلم عن نادي الزمالك. صحيح. وبالتالي راجل موضوعي جدا، معروف، محترف جدا في شغله، مهني جدا في شغله. صحيح. فعشان كده تحس ان معظم الشعب المصري بيحب كابتن علي محمد علي، وبيحب اداءه. حسيت يا اسلام في خلال المباراه انه تطرق لحته اهلي ولا زمالك ولا كذا كذا كذا؟ هو كل الكلام منصب في منتخب مصر، ده المفروض يعني. لا، وبعدين تحس بحبه لبلده، وبتحس باحترامه للاعبين. يعني الحقيقه كابتن علي، دايما حضرتك قدوه ومثل رائع جدا لكل المعلقين، ده من وجهه نظري دائما يعني. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. اولا يعني في برضه المعلق بيبقى محظوظ برضه، الحمد لله. طبعا. محظوظ ان انا برتبط بمنتخب ببطولات، برتبط بالنادي الاهلي ببطولات مع نادي الزمالك. الواحد بيبقى مبسوط قوي لما يعني، خصوصا برضه يا كابتن احساس الغربه برضه، ولو ان احنا مش في غربه يعني. برضه عايز اقول حاجه برضه. اتفضل. انا بتعامل يعني كمحترف هنا معامله رائعه، وكل بيوفر لك سبل النجاح، وكل بيدعمك، ودي حاجه الحقيقه تحسب قنوات بي ان سبورتس يعني والقائمين عليها يعني. نعم. لكن انا برضو في نفس الوقت تبقى انت موفق برضو يعني كمعلق، بيبقى في توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. والنهارده يعني منتخب مصر ساعدني قوي في المباراه يعني. اداء الرجولي، الروح العاليه، الموقف ده، انا في موقف يمكن وقفت عنده في التعليق. كلنا وقفنا عنه لما اللعيبه كلها راحت لمحمد شريف. بالظبط. لا، وسلوك محمد شريف يا كابتن كمان، سلوكه رائع على فكره. رد الفعل رد فعله كان يعني معذبه جدا يعني، ودي كانت مصدر من مصادر التفاؤل يعني. انا اللقطه دي لقطه الشناوي لما بيكلم ابو جبل. لقطه محمود علاء لما جري على شريف، استقبل شريف. صح. لا في 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 امور يعني ككوره احنا ممكن كنا لعبنا مباراه كبيره كل حاجه، لكن في امور ثانيه. دي مؤشرات يا كابتن، دي كلها مؤشرات للمكسب. بالظبط يا كابتن، بالظبط يا كابتن، بالظبط يعني. طبعا فنيا مش هتكلم في وجود كابتن محمد حشيش، انا ممكن اتكلم على الامور اللي هي اللي بشوفها كمعلق يعني. اكتر وقت يا كابتن علي حسيت ان احنا هنفوز بهذه المباراه؟ اكتر وقت يا كابتن، انا والله من اول المباراه لحد لما وصلنا ركلات ترجيح. وطبعا ركلات ترجيح طبعا هي فيها يعني ممكن توفق ممكن ما توفقش، 50-50 طبعا طبعا. احساسي وحتى لما الكوره بتاعت رمضان اللي اتلعبت بالعرض دي يعني احيانا دي كانت خلصتنا بيني وبينك. ممكن انت تقول لا مش هنكسب، مش يومنا النهارده. بالظبط. لكن سبحان الله برضو قلت اللعيبه عندها اصرار وعندها روح، وفي لقطات كتيره قوي جميله يعني. برضو عايز اشيد بالجهاز الفني، كابتن ضيا والكابتن محمد شوقي وعصام الحضري النهارده رايح جاي في الملعب. ايوه. ويشوف وائل جمعه ودوره مهم جدا يعني. برضو كابتن وائل برضو والناس لازم نشيد بيهم كلهم الحقيقه في جهدهم. وكيروش طبعا، كيروش انا قلت يعني في مثل كده بالانجليزي يقول لك فروم زيرو تو هيرو. هو يعني كنا حضرتك حتى قلتها في التعليق عليه قوي. غضبانين عليه قوي، وبعدين طبعا عندنا ثقه فيه كبيره الحمد لله، مدرب كبير طبعا يعني. كابتن علي بس، طب وبعدين في بكاري يعني انت طول الماتش عمال، انا عارف ان انت عندك حاجات معينه ما ينفعش تتخطى وكلام من ده، ولكن يعني انا حتى كلاعب سابق يعني وكمواطن مصري اتنرفزت جدا 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 من طريقته. لا، من طريقته في التعامل، سيبك من الملعب، ومتكبر، ودي صعبه جدا. بس ما كانش بيعمل كده مع الكاميرونيين يا كابتن، معلش. لا، هو طبعا انا شايفه كان متربص قوي بكارلوس كيروش
يعني اللعبه اللي كارلوس كيجو بيكلموا عليها فاول محمد صلاح واضحه والراجل مشدود بالفانيلا وبيكلموا كمدرب يعني حتى رياكشن طبيعي يعني. لا والمشكله ايه يا كابتن ان المدرب يكلمك يعني ايه المشكله ان انا اتكلم يعني في كوره بعترض عليها اعتراض بادب يعني. وانا ككابتن محمد صلاح كابتن منتخب مصر رايح انت شفته بيعمل ازاي؟ انت شفته بيعمله بايديه ازاي؟ انا لا هو ومش عايز يتكلم مع حد بيقول لهم ارجعوا لورا. بس في نقطه كمان انا كمدرب واقف في المنطقه الفنيه اللي من حقي اتكلم فيها مع لاعبتي صح وابدي يعني احيانا طبيعي احنا في الكوره يعني مش بنلعب تنس يعني مع احترامي للتنس يعني يا كابتن علي دي صح. الحته اللي بيقف فيها المدير الفني دي من القانون دلوقتي اللي محطوطه متحدده ان في مكان للمدير الفني المنطقه بتاعه الزون بتاع المدير الفني اللي بيتكلم يقعد بقى يقعد على ركبه يقف على ايده محدش له دعوه انت شاغل نفسك بيه ليه بالظبط كده لا يعني انا كنت حاسس ان انت متنرفز وانت متنرفز من تعليقات أنا او من حركات يعني انا بس احيانا مش بحب ان انا اتطرق لموضوع التحكيم لان موضوع التحكيم ده برضه يعني انا طبعا الراجل كان في حمله قويه جدا طبعا في الاعلام المصري عليه وانا على فكره واحد من الناس اللي دافعت عنه يعني قلت لا ده حكم كبير وعامل عنده ريكورد عنده 17 مباراه في نهائيات امم افريقيا ما حدش أيوه. عنده الرقم ده ولعب 6 بطولات ولعب كاس عالم مرتين يعني واولمبياد 2012 وعنده تاريخ ونهائي امم افريقيا أيوه. لكن هو يبدو مع اكيد وصل له الانتقادات دي ووصلت له الاخبار دي وكان متحفز قوي يعني تحس ان هو كان هو من الحكام المميزين على فكره طبعا لا جدال في هذا الامر ولكن بس احنا هو ينفع اسلام برضه ينفع انه كابتن ان هو يحكم لفرقه واحده ماتشين في بطوله واحده لا هو اول مباراه للكاميرون يا كابتن هو حكم مصر ونيجيريا لا لينا احنا حكم لنا نيجيريا حكم لنا صح ماتش نيجيريا وظلام ده كان فيه بينالتي الجيل ده ما راحش للفار حتى فيه يعني ما راحش قال لك العب طيب عموما يوم الحد يا كابتن ان شاء الله مباراه صعبه جدا ومباراه طبعا يعني طبعا. هتبقى عالميه ما بين محمد صلاح وساديو ماني محمد صلاح ومنتخب مصر بالكامل وساديو ماني ومنتخب السنغال بالكامل اولا هل حضرتك اللي هتعلق على هذه المباراه ولا لسه لا لسه يا كابتن ما تحددش بس انا عايز اقول لك انها مسرحيه من ثلاث فصول الفصل الاول نهائي افريقيا الفصل الثاني مباراه ان شاء الله في مصر يوم 24 المؤهله لكاس العالم مباراه العوده 29 بس يا رب ان شاء الله كلها حظ علق على المباراه باذن الله يعني واي حد يعلق طبعا اتمنى فوز مصر يعني ده اللي يهمني في المقام الاول يعني. طيب اخيرا الاهلي وعنده مهمه صعبه جدا يوم السبت امام مونتريي المكسيك انا خدت منك على فكره مونتريي دي عشان فعنده مهمه صعبه جدا في ظل اصابات كثيره وفي ظل عدد من اللاعبين موجودين مع منتخبنا الوطني تفتكر ايه اللي ممكن يحصل يوم السبت كابتن النادي الاهلي عودنا دايما الاهلي بمن حضر الاهلي عمره ما وقف على لاعب او لعيبه او والتاريخ يقول كده على فكره تاريخ النادي الاهلي لو تفتكر في في في, في منتصف الثمانينات لما الاهلي لعب بالناشئين امام الزمالك وقدم مباراه تاريخيه مباراه كبيره النادي الاهلي يعني عودنا على كده ولعيبه النادي الاهلي عندهم روح وعندهم اصرار وعندنا ثقه في اللعيبه والمجموعه الموجوده ان شاء الله يعني باذن الله نتخطى عقبه مونتيري المكسيكي ونشوف بقى العقبه اللي بعد كده ان شاء الله وتكون بقى اكتملت الصفوف واطمنا على اللعيبه اللي راجعين بقى معنويات بقى عاليه ان شاء الله بتتويج اللقب ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله يروح ابعد مما راح قبل كده في البطوله ويكون لينا ان شاء الله الحظ وليه ما لا الاهلي ما يكونش مثلا في النهائي ليه مع تشيلسي مثلا ان شاء الله في المباراه النهائيه كابتن علي شرفت ونورت وامتعت جماهير كره القدم المصريه من خلال تعليقك اليوم على هذه المباراه وشكرا جزيلا علي محمد علي